لا 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 مش شايف اثار لاي عنف او كسر او اي حاجه في الباب. اكيد يا بيه معاه مفتاح تاني، ما هو كان بيأجر الشقه دي المفروش. وجاب مفتاح الخزنه منين؟ ما انا ساعات كنت ببعته السوق يشتري لي الخضار ويحط في المطبخ. اكيد يا بيه خد مفاتيح الشقه وعمل عليها نسخه تانية. ده جه صوت اسعاده البيت يا ما صرفت عليه ومراته وعياله وعيشته في خير. لحن كتافه من خير يا بيه، ومع ذلك سرق كل صيغتي وعليهم 5000 جنيه. لا 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 لا. هو طبعا لازم يقول كده عشان يمايع القضيه. وحاجه تتعب الله وايمانات المصطفى يا بيه. اخرس خالص، اوعى تفتح بعض الكلمه. اتفضلي يا مدام، اتفضلي حضرتك وما تقلقيش، الصيغه والفلوس هيكونوا عندك الليله ان شاء الله. ايه دي فلوس ناس يا صاحبتي دي؟ اخرس. حاضر يا بيه. اتفضلي يا ست جمالات، مفتاح الشقه بتاعك اهو. ده مفتاح حرامي وبس، ده طلع مجنون كمان، يعني ممكن يطلع عليا بالليل ويخطئني. انت هتبقى بتشوف ليه؟ يا خرب بيتك يا عبد السميع، يا خرب بيتك يا فرح، يا خرب بيتك يا عبد السميع. يا لهوي 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 يا خلاص مشيت معرفتك يا امل حياتي. عايز تفهمني انك بتحبني قوي قوي. لا قوي قوي دي شويه، انا بحبك قوي 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 لغايه بعد بكره. عشان كده مستخسر فيا ربع مليون جنيه. يا روح قلبي انا مستعد اعمل لك اي حاجه في الدنيا بس تكون معقوله، انما اللي بتطلبيه ده صعب قوي. صعب؟ تبقى ما بتحبنيش يا دول. يا ربنا انا بحبك قوي 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 ومستعد اعمل لك كوافير، اعمل لك بوتيك، اعمل لك اي مشروع صغير تعرفي تسيطري عليه، انما التخسيس والتسمين والرياضه والكمباز والبدوكير والمنوكير ده كله انا ما بفهمش فيه، انا ما بعرفش الا بتجاره الخشب، والخشب دي حاجه مكتبها مضمون. ما هو ده كمان مكتبه مضمون يا دودو، والخبير الاستشاري قال نقدر نبتدي بربع مليون جنيه. وهو ربع مليون شويه. ايوه شويه بالنسبه لك، ملايين. انا مش عايزه استنى واحد حظ كده نصيبي كده، ربنا رزقنيك واحد بخيل جلده مستخسر فيها ربع مليون جنيه. اسمعيني بس يا حبيبتي. مش عايزه اسمعك، ما تتكلمش معايا ولا كلمه. طب نتفهم.